بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 30 عاما وسنتين واسترجاع أموال وغرامات تفوق 100 مليون دينار، انطوى فصل من القضية التي عرفت بقضية ضيافة الداخلية، والتي اتهمت فيها أسماء بارزة في الوزارة إلى جانب أصحاب فنادق وشركات ومحلات باختلاس عشرات الملايين من الدينارات تحت بند الضيافة والمؤتمرات. حصلت في المجلس الماضي بسنة 2014-2015، كان البند المصرح 2 مليون دينار قفز حتى أكثر من 23 مليون، والسنة اللي تليها السنة المالية 2015-2016 كان البند المصرح من الميزانية 1 مليون دينار وارتفع إلى ما يفوق 9 ملايين، أي 10 ملايين دينار، حيث الأموال العامة لا تسقط في التقادم. وأبرز الأسماء في القضية التي أدين فيها 20 شخص: عادل الحشاش المتهم الأول، عميد في الشرطة ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، والذي كان وجها بارزا في الإعلام كممثل لوزارة الداخلية وقد حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما، إلى جانب غصون الخالد سيدة الأعمال البارزة ومديرة شركة أسيكو وصاحبة أحد الفنادق التي أدانتها المحكمة بالمشاركة في الاستيلاء على أموال من وزارة الداخلية بدون وجه حق. هذا إلى جانب حمد التويجري صاحب عدد من الفنادق وأيضا شركة الوطنية للطيران التي أفلست منذ نحو 2 عامين. أنت بصراحة أنا ما أعرف الشخصيات، في أعرف بعض الشخصيات صراحة، يعني تفاجأت أن هذه الشخصيات الحمد لله ما هم بحاجة للمال، فأشوفهم بيعملوا بغسيل الأموال، فهذا يعني إذا كان هذا الشخص المقتدر بيعمل الشغلة هذه فيما بال الشخص الطبيعي. والله ما تفاجأت كثير، ما تفاجأت يعني في 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 أسماء يعني واضحة، بس تفاجأت في بعض أسماء قيادي الداخلية حقيقة، هذا اللي تفاجأنا فيه، بعض مش الكل بعض. أي واحد عاقل لا يمكن لا يفزع من هذه الأحداث المتسارعة بالنسبة للفساد. وتأتي قضية ضيافة وزارة الداخلية في خضم قضايا فساد وغسل أموال تشهدها الكويت في الوقت الحالي، والتي أتت كلها مرة واحدة وسلطت الضوء على آليات الكشف عن عمليات غسل الأموال في القطاع المالي ومدى جدارتها. جميع هذه الأمور راح تأثر من ناحية ماكرو إيكونومي على الـ على الـ على أجهزة على الأجهزة الاقتصادية بصفة عامة، والجهاز المصرفي أكيد يعتبر من أهم العوامل الأساسية في هذا النظام الاقتصادي. السؤال بيطرح نفسه، إلى أي مدى اليوم البنوك عليها مسؤولية؟ البنوك عليها مسؤولية كبيرة جدا، ولاحظنا يعني من خلال معاملاتي ومن خلال تفاعلي مع أغلب عملائي بالكويت من القطاع المصرفي الفترة الماضية، شكلت عبء كبير جدا وضغط أيضا على إدارات الالتزام، على وحدات مكافحة جرائم غسل الأموال داخل البنوك، إلى أي مدى تستطيع أن تطور نفسها لكي تتأقلم مع جميع السيناريوهات وجميع الأسماء التي أصبحت تحت الشك وتحت الرقابة. وجدير بالذكر أن الحكم الصادر من المحكمة الكلية حكم درجة أولى، وما زالت هناك درجات أخرى من التقاضي التي قد تغير الكثير من الأحكام الحالية، إلا أن ذلك لن يقلل من واقع هذه الجرائم على المجتمع الكويتي الذي أصيب بالصدمة من حجم الأموال والأسماء المتورطة في قضايا الفساد. نجوى عسران، CNBC عربية، الكويت.